اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم فقراتنا، لكن دلوقتي نروح لحكمت عشان تطمننا على حاله الطقس بالتفصيل ودرجات الحراره كمان. اتفضلي. عشان ااكد بقى على درجه الحراره الكبيره النهارده. احنا كلنا عاملين حسابنا ولابسين خفيف من امبارح، احنا عارفين انه في ارتفاع في درجات الحراره. ربنا يستر بقى ويعدي النهارده على خير. بالفعل هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع كبير في درجات الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. هيكون حار على السواحل الشماليه الغربيه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون معتدل على اغلب الانحاء، وكمان النهارده في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. فرص الأمطار موجودة ولكن خفيفة على المناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة إن شاء الله على محافظات جمهورية مصر العربية. بنبدأ من القاهرة العظمى، الصغرى 22، الإسكندرية 30، 21، مطروح 26، 19، سيوة 36، 22، بورسعيد 32، 22، دمياط 28، 21، الإسماعيلية 42، 20. أما السويس فدرجة الحرارة فيها 41، 20، والعريش 32، 21، وطابة طابة بالفعل 33 22، وكاترين 33 19، اما شرم الشيخ في العظمى فيها 41 والصغرى 27. الغردقة 40 26، الفيوم 41 22، بني سويف 41 22، المنيا 42 23. نروح دلوقتي لاسيوط، العظمى فيها 43، الصغرى 23، اما سوهاج 43 23، قنا 43 23، الاقصر 44 24، اسوان 44 24، الوادي الجديد 43 23، شلاتين 39 26، حلايب 38 27. درجات الحرارة بالفعل زي ما شفنا مع حضراتكم معظمها في معظم المحافظات مرتفعة جدا. نرجع لهدير وشاذلي مرة تانية، إليكم. شكرا ليك يا حبيبي.